مرحبا. في الزمانات كان كل حديث العرب قبل الفلسطيني عن الحرب او الثورة لحد ما جسداته كلها. السلام لنا جميعا على الارض العربية وفي اسرائيل. السلام شو محتاج؟ وفي المقابل طلعت حركات مناهضة التطبيع الرافضة اي حركة او تحرك بتعامل مع الاحتلال على انه اقل من عدو او انه امر واقع ولازم نسلم فيه. ومن سوء حظ اصحاب السلام والتطبيع الاحتلال قرر يجتاح لبنان في بداية الثمانينات ويحكين له انا عدو. بعدها بكم سنة في نهاية الثمانينات قامت الانتفاضة الاولى لا ترجعنا للمربع الاول ما قبل الحل السحري المواجهة. في بداية التسعينات قامت الاردن بتوقيع اتفاق وادي عربة مع الاحتلال. بعدها بشوية وقت اجى دور الفلسطينيين ليحطوا بصماتهم في التطبيع والسلام. قاموا بتوقيع اتفاق أوسلو. قالوا احنا عندنا سلطه رسميه سياسيه هي اللي بتعرف شو يعني سلام ومواجهه وتطبيع. قدمت السلطه منتج جديد اسمه التنسيق الامني وتبنت التطبيع بشكل شخصي. لكن كمان من سوء حظهم دخلت الانتفاضه الثانيه ورجعتنا للمربع الاول وغيبت كل الاسئله امام سؤال المواجهه. بعد الانتفاضه عرف محبي السلام والتطبيع الازمه اللي مروا فيها فبنوا دوله مؤسسات ومؤسسوا التطبيع والتنسيق الامني اكثر واكثر. وفي ظل تنامي حركات التضامن مع القضيه الفلسطينيه خلال الانتفاضه تاسست حركه مقاطعه الاحتلال BDS واللي عملت انجازات كبيرة على مستوى دول لكن على ارضية الدولتين نفس الدولتين تعون الصلب. واللي خلانا اليوم نحكي قاطع المصنع الاسرائيلي اللي موجود على ارض رام الله من غير ما نحكي على مصنع تاني موجود على ارض حيفا. السلطة الفلسطينية قدرت تقنع الناس انه الدخول عن طريق تصريح من خلال السلطة الفلسطينية مش تطبيع. ليش؟ لانه السلطة الفلسطينية في هاي الحالة اخذت دور مكتب سياحي موجود في مصر ولا الاردن وهي بتروح على المكاتب الاسرائيلية لتحصل لها الفيزا. بدل الفيزا عملوها تصريح، تصريح انظف. بالانتفاضة الثانية لليوم ما خضناش معركة كبيرة وواسعة على مستوى شعب والعرب بنفس الوقت مشغولين بهمومهم الداخلية. لهيك صارت مساحة التطبيع والمقاطعة يمكن الكل يقرر فيها. ونتيجة تنوع التعريفات بيطل علينا كاتب مصر بحكي لنا كثر التعريفات التطبيع بتحكي لنا انه ما فيش تطبيع بحبه. في الجهة المقابلة بيطلع علينا كاتب فلسطين بحكي لنا انه الجزيرة بتستضيف شخصيات اسرائيلية بالتالي الجزيرة مطبعة بالتالي كل من دون او كتب مع الجزيرة هو مطبع. وفي الزيطة وفي الزنبليطة هاي صار من الطبيعي تدخل مجموعة على مؤتمر ضد التطبيع هاتفي. وإذا بدنا ننط عن مراحل كثيرة من لكين وصلنا لحالة مثل حالة إسلام شهاب فرض علينا نقاش جديد أسلم عليه ولا لا؟ هو ما فيش أبيخ من هيك عامة. لعله خير يعني لعله خير.